هنقول دلوقتي تشكيل النادي الاهلي وبعدين بنرجع للفاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده. التشكيل النادي الاهلي هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون، ايمن اشرف، الاثنين اللي قدامهم حمدي فتحي، عمرو السوليه، ثلاثه اللي قدامهم طاهر محمد طاهر، حسين الشحات على الاطراف، بينهم محمد مجدي قفشه، وقدام محمود كهربا. يعني مستر موسيماني النهارده بيلعب بنفس طريقه لعب النادي الاهلي اللي هو 4-2-3-1. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنقوله مره تانية نفس التشكيل، وان شاء الله يكون تشكيل النصر والتشكيل المشرف للنادي الاهلي النهارده. محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، قدامهم اثنين عمرو السوليه وحمدي فتحي، ثلاثه اللي قدامهم اثنين على الاطراف هيبقى حسين الشحات طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، في الوسط محمد مجدي قفشه، وقدام محمود كهربا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن هاني رمزي. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.